الجمهور ديالنا، شوف الجمهور داخل اليوم ناعس. اخواني اخوان، كما كيعرف الجميع اللاعب ديالنا يوسف تيتو هاد الايام اللي طاحنا في الملعب راه كاملين بينا نتعاونوا معاه، اللي بغى يجمع شي بركه يجيبها لنا هنا عندنا مرحبا. عند العمليه طاحت له شويه غاليه، دابا كنطلبوا من الجمهور ديالنا الناس الاحرار، الناس اللي كتبع معنا الدوري، اللي قادر يساهم شي حاجه باش ما كان ما كنشرطوش، اللي قادر يعاون شي حاجه يلتحق بينا هنا. وتحية خاصة لجماهير مدينة مارتين، دائما مرحبا بكم. أيمن الملعب الجديد، أيمن عنده بنغالا، فين أيمن؟ قبلنا لحظات قليلة تفصلنا عن النهائي، نهائي دوري أحريق الرمضاني بين سبورتينغ أحريق وجبل الأبيض بالوزن. الإشارة متابعينا الكرام، فسبورتينغ أحريق يلعب باللون الأبيض والأحمر، بينما يلعب الجبل الأبيض بالوزن باللون البرتقالي والأسود. يعني مقابلة يعني تعرف حضور جماهيري غفير متابعينا الكرام، كذلك حضور المنتخبون والسلطات المحلية، تنظيم محكم من طرف الصاهرين على تنظيم دوري أحريق هنا بمدينة مارتين، كما يحلو لأهل وسكنة مارتين تسمية هذا الملعب بالبرنابيو. وكيف قلنا متابعينا الكرام، فالجماهير هنا شغوفة جدا بكرة القدم، شفنا صور شفنا فيديوهات خاصة بهذا الدوري، دوري أحريق الرمضاني الذي يستقطب المئات من الجماهير المرتينية التي كانت تحج كل ليلة في هذا الشهر المبارك، باستثناء بعض الأيام اللي عرفت فيها التساقطات ديال الأمطار ديال الخير، وبالتالي فالأرضية كانت تشكل خطر على اللاعبين، وبالتالي تم تأجيل بعض المباريات. الدوري كان ناجح بامتياز، واستطاع أنه من خلال التغطية ديال لجنة الإعلام والتواصل الخاصة بهذا الدوري الرمضاني أن تخطف الأنظار. رعاية الحلفة شابو، وتحية لكل الصاهرين على التغطية الإعلامية لهذا الدوري الرمضاني أحرق. إذن متابعينا الكرام، لحظات قليلة تفصلنا عن هذا النهائي الذي أبى منظمه إلا أن يلعبوا المباراة النهائية بعد عيد الفطر السعيد. إذا الأجواء غير عادية متابعينا الكرام، نذكروا بأن هذه المقابلة فهي تلعب يعني بحضور جماهيري غفير جدا، خصوصا وأن المباراة تلعب هنا بحي أحريق، وبالتالي فالمساندة الجماهيرية ستكون بجانب فريق سبورتينغ أحريق، والجمهور طبيعة الحال فهو موجد عدة مفاجآت، حيث أنه غادي يتم رفع تيفو كعربون محبة، وكذلك مساندة لفريق سبورتينغ أحريق الذي يحظى بشعبية هنا بمدينة مارتين، حيث أنه انهزم في نهائي دوري ليالي مرتيل الرمضاني المنظم من طرف الجمعية الرياضية مرتيل بضربات الترجيح ضد فريق كوستيمار. واليوم فهو مطالب خلال هذه المباراة أنه يحرز على النهائي، بينما يواجه من الجانب الآخر الجبل الأبيض بالوزان، اللي أكيد متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب، فهو وضع يعني الأعين ديالو على هذا النهائي باعتباره حلم بالنسبة لهذا الفريق، ولا أحد كان يرشح هذا الفريق باش أنه يوصل للنهائي. أكيد متابعينا الكرام غادي يستمتعوا ب مواهب الفوتسال خلال هذه المباراة النهائية، والفوتسال أصبح الآن كرة شعبية بعد النتائج التي أصبح يحققها المنتخب الوطني المغربي للفوتسال. شنا اليوم يعني النتيجة اللي هي كبيرة ضد المنتخب الغاني اللي فاز بها المنتخب الوطني للفوتسال كأس إفريقيا المنظم هنا في المغرب، تنظيم محكم قاعة عالمية، نقل تلفزيوني في المستوى. انت
نتمنوا ان شاء الله ان المنتخب الوطني المغربي للفوتسال انه يحرز كاس العالم، لما لا، وهو قادر على المنافسه وقد لعب ضد فرق اللي هي عالميه. اذا لحظات قليله متابعينا الكرام وسيعلن عن ضربه البدايه الخصم هذا النهائي. اجواء لاتينيه نعيشها هنا بملعب البرنابيو هنا بمدينه مرسي. إذا فضل لحظات اللاعبين فهما من بعد ما قاموا بحركات التسخينيه وحركات الاحمائيه فهما غادي يدخلوا المستودع الملاعب وغادي يدخلوا من جديد لاعطاء بدايه هذا النهائي او ضربه بدايه هذا النهائي. وكيف قلنا فحضور جماهير اللي هو كبير متابعينا الكرام كيف كتشاهدوا متابعي قناه شرطي بقناه الشعب، كاين جماهير اللي فوق الاطراف هي مغامره باش انها تتابع هذا الماتش. كيف كتشاهدوا متابعينا الكرام متابعي قناه شرطي بقناه الشعب، يعني الجماهير في المعلقه كتتابع هذا الماتش. هذا هو شغف كره القدم، يعني اي مكان يتيح لك انك تتابع هذا الماتش كن في حاضر متابعينا الكرام. اذا اجواء غير عاديه متابعينا الكرام، اجواء اللي هي استثنائيه تعيشها مدينه مرتين هنا بحي احريق. اللاعبين يستعدون للدخول لارضيه الملعب بينما الجماهير تستعد لرفع التيفو. ربما متابعينا الكرام غادي يكون كراكاج. إذا هذه الأجواء كيف كتتابعوا كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام مباشرة على قناة شوف تي في قناة الشعب، أجواء اللي هي استثنائية تعيشها مدينة مرتين قبل بداية هذا النهائي. دعوني أرحب ونرحب جميعا بالسيد باشا مدينة مرتين، السيد النائب البرلماني عن عمالة المضيق الفنيدق الحاج العربي المرابط، السيد رئيس مجلس العمالة، السيد رئيس جماعة العليين، والسيد قائد المقاطعة الثانية، السادة نواب رئيس الجماعة الترابية والمستشارون الجماعيون، الفعاليات الرياضية، رؤساء الفرق من مؤطرين ومدربين، وكل الأشخاص والشخصيات والكاريزمات الحاضرة هنا بصفاتها وبقيمتها المعنوية. إنها مناسبة هذا اللقاء لقاء اختتام دوري كرة القدم المسافرة التي أبانت فيه الفعاليات الرياضية هنا بمرتين مؤازرة بالسلطات المحلية ومدعومة بالمجلس الجماعي لمرتين وبالشركاء أنها قادرة على صنع الحدث. ولا أقل ولا أكثر من هذا الحدث هذه الزينة التي تزخرف هذا الفضاء بهذا الجمهور الذي يؤكد على أنه جمهور رياضي بكل المقاييس يدعم هذه المواهب الصاعدة. المناسبة هو اختتام دوري الرمضاني الذي تنظمه جمعية سبورتينغ مرتين بتعاون ودعم جماعة مرتين وبدعم من مؤسسة المناهل لتعليم السياقة وفرانك إلكتريك، ويلما، مطعم كوستيمار، شركة كريستينغ، شركة كوست أرت، ومطعم البركة. إذن هنيئا لنا بهذه الصحوة الرياضية التي تشهدها المدينة بدعم كل المؤازرين وبكل المحتضنين بسلطات ومنتخبين وشركات مواطنة.
إذن نعطي الانطلاق لهذا النهائي، وخير ما يعطي الانطلاق آيات بينات من الذكر الحكيم يرددها على مسامعنا المقرئ أحمد الدراوي، فليتفضل. مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العزيز الحكيم.
أكبر للإشارة كالمقرئ أحمد الطراوي فاز بجائزة حفظ القرآن وتجويده، إذا نهنئه بهذه أو بهذا الاستحقاق. ونستغل المناسبة لنهنئ الجميع بهذه الأيام المباركة، أيام عيد الفطر المبارك، ونحن نودع شهر رمضان المبارك الذي أقيم فيه هذا اليوم. في أجواء هذه أو في هذه الأجواء الربانية أبت اللجنة المنظمة إلا أن تشرك هذه القراءات بابتهالات دينية يقدمها يوسف أربي. يوسف أربي إذا غير موجود، إذا نمر مباشرة إلى مراسيم إعطاء الانطلاقة لمقابلة النهاية من خلال مراسيم الإعداد، لنقف جميعا بعد الإشارة لنحيي العلم الوطني ونحن نستمع إلى النشيد الوطني. إذن لحظات وستجرى مراسيم ترديد النشيد الوطني على إيقاع فرحنا هذا المساء وعلى إيقاع هذه اللحمة الجماهيرية التي تطفي جدا في هذه الأجواء الباردة، لكنها أكيد ستكون دافئة بل ساخنة من خلال النزال الرياضي الذي سيجمع فريقين استطاعا أن يسحب ورقة المرور ليتحفانا بمهارات الكرة. قلت انا صاحبي قلت ما قال إذن متابعينا الكرام، فهاد لحظات لاعبي فريق سبورتينغ أحريق وكذلك الجبل الأيبض بلوزان يدخلون لأرضية الملعب. عزف النشيد الوطني والانتقال مباشرة إلى بداية صافرة هاد النهائي. كما عشنا مع تلاوة القرآن الكريم سنعيش الذي يبعث فينا حماس الانتماء إلى هذا الوطن الحبيب. إذن تحية من طرف المسؤولين المحليين للفريقين. لحظات متابعينا الكرام، صوت في المحل يتقدم باشا مدينة مارتين وكذلك بعض المنتخبون سواء عن جماعة مارتين أو كذلك عن عملة المضيق الفني دقي يتقدمون للسلام على اللاعبين قبل عزف النشيد الوطني. إذا أجواء غير عادية للمرة متابعينا الكرام، وكما أن الجماهير متابعي قناة التلفزيون الشافية تستعد لرفع تيفو كعربون محبة لفريق سبورتينغ أحريق من طرف جماهير أي أحريق الشعبي الذي يعد من أكبر الأحياء الشعبية هنا بمدينة مرسي. إذا أجواء استثنائية، أجواء لاتينية يشهدها ملعب البرنابيو هنا بحي أحريق في اختتام الدوري الرمضاني أحريق والمنظم من طرف جمعية سبورتينغ أحريق التي تنشط في مجال كرة القدم. الإشارة متابعينا الكرام، فمدينة مارتين فيها مجموعة من الجمعيات التي تعنى بالرياضة وكذلك بفرص من الجمهور أن يقف احتراما، أن يقف لنعطي الانطلاق للنشيد الوطني. الجمهور يقف احتراما للنشيد الوطني. إذن مع النشيد الوطني تلك الأحرار مسرق الألوان منتدى السؤدد وحما منتدى وحما عشت في الأرقام
العلا عنوان روح كل جدا ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتى لب لدى نشكر السلطات المحلية على إشرافها وعلى دعمها وعلى وقوفها إلى جانب هذه اللجان المنظمة. نشكر الجماعة الترابية على دعمها وكل الشركاء. نشكر السلطات المحلية من أعوان سلطة وغيرهم. نشكر رجال الأمن والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال الإسعاف. نشكر عمال الجماعة الترابية وتقنيوها. نشكر كل الداعمين وكل المساهمين بعيد لتطوير كل الظروف اللوجستية والتنظيمية لإنجاح هذه التظاهرة وتظاهرات أخرى. إذن أكيد سنعيش أياكم أجواء رياضية بامتياز. سنعيش الفرجة. سنعيش عرسا رياضيا يقول فيه الشباب كلمتهم في الميدان. وأكيد أن الجماهير تتوب إلى هذه الفرجة منذ انطلاق الدوري على رقعة هذه الملاعب. إذن كانت فكرة جميلة ومهمة إنشاء هذه الملاعب ملاعب القرب. وأنا أتذكر أن هذا الملعب ملعب حي أحريق ربما كان من أولى الملاعب في إطار ملاعب القرب في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. والآن ها نحن نحصد غلة ذات الصرع الذي كان ذات سنة وذات زمان. الآن نحن نتناغم مع هذه الكفاءات الكروية التي بدأت تفرزها هذه السياسة الرشيدة وهذا التوجه من خلال تقريب هذه الفضاءات إلى أحياء الشعبية وإلى أحياء المدينة بكل مستوياتها لتفرز لنا هذه المهارات وهذه الكفاءات. مارتين أثبتت عن جدارتها في تنظيم هذه التظاهرات وأثبتت أنها شباب قادرون على صنع الحدث. أكيد لحظات ستعطى الانطلاقة. ستصفر صافرة الحكم لتعطي انطلاقة المباراة. وأكيد سنعود إلى منشطنا وإلى معلمنا الرياضي بامتياز لنعيش أجواء حماسية مع هذه المباراة مباراة النهائي إن شاء الله. إذن تحية خالصة لكل الحاضرين هنا والحاضرات أيضا من وراء السطور أو من وراء الجدران ومن النوافذ. صوتنا يحكي هذا هو الشعار المتميز. صوتنا يحكي وقادر على ان يكون المباشر هنا مباشره من مدينه مرسيل مباشره من حي او من ملعب احريق او من ملعب برنابيو احريق كما يحلو كمدينه كل المدن لتعطي تلك الاشاره على ان
في النوع أن نكون بلدا يستقبل كأس إفريقيا وكأس العالم وكل الكؤوس ذات القيمة العالمية. إذن لحظات وستنطلق المباراة وسينطلق التسجيل الرياضي مع زميلنا إبراهيم. هذه الاجواء هنا مباشره من ملعب احريق كيف تتابعوا معنا من خلال هذا الصوره المباشر وتبدا هزيج حي احريق متابعينا. سماء مدينة مدينة كيف تشاهدون معنا من خلال هذا الصوت.
ورفيق في حراسة المرمى، أشرف رقم 11 بن عمار، والرقم 3 عبد النافع الربول، رقم 10 سليمان الردو، رقم 8 الرضا أورارو، ورقم 8 التذكير متابعينا الكرام، فسبورتينغ أهريق يلعب باللون الأبيض، بينما جبل الأبيض بالوزن يلعب باللون البرتقالي والأسود. تنطلق البداية، ضربة البداية. Thank you.
نتكلم ونقول بأنه شكرا لكل قطرة عرق سالت ناس الفريقين أو من هذا الفريقين الذين يمتدون تحفة النعم الزادة للقلب العربي ولقاء حسابات تكتيكية حسابات لا تجزئيات بل هو جزء لا يتجزأ أمام فريقين شرسين أمام فريقين يا سمير نعم يا سمير البحري نعم يا يوسف نعم يا يونس الحقون هكذا الذكريات واحد يا الحاج شاهد يا الحاج شاهد فذكرني ليلى يا مراد ذكرني الليلة بلغة حكايتنا الليلة كل عباراتي ستخب الواسد بدا يدخل المقابلة بالواسد بدا الجبل الأبيض عشق الجوهر عشق الكرة في ملعب عالمي أسطوري
نفسه. المباراة دخلت الآن في دقائقها وحسب مقابلة غادي تسوي بول. يا عيني يا تتخوف حارس لقد وقلع المرشود ذكرهم الآن أمامك كمان يسأل I'm gonna make it.
بلغتنا وحكايتنا بلغة غزة وروايتنا هنا بلغة استاديوم. أنا على عهدي على ديني والمكروه الثقيل أنا دمي فلسطيني. الوانتو نعم بإبداعاتنا نتكلم على أرضي ونتحدث هنا. نعم قلت لكم بأن المغرب دائما هو مشرف على التطورات العالمية أينما كان مرتعاً السباق للتقديم والقصوى بالوزن لها وزنها لها وزنها. بالله عليكم أيها الجمهور ألا تتعبون ألا تتعبون؟ فأنا سأنادي سأحكي سأقول هاتوا 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 10 رئات لأن رئتين من باقي البشر لا تكفي للتعليم. كلمة 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 أظهر بخبرة المشتريات إدارات دخل كريم وخبرة كريم وكريمك كريم على أمرار التشويق شهد وعلاء. هذه انطلاقة من بالوازن هذه كرة بالوازن هذه كرة بالوازن هرد بخبرة أيام لعبه وهذا يستمر الحكم. الله الحكم يقول أنا مثل إنجليزي أنا مثل التحكيم الإنجليزي خلاص إذا ما رأيته اندفاعات بدنية قوية ما رح استمر ولا واحدة في تكهف هذه كرة. والهدف أولى الأهداف بالوزن يسجل أولى الأهداف هنا في ملعب أحريق متابعينا الكرام. كرة جميلة يعني خروج خاطئ لحارس المرمى سبورتينغ أحريق وكان تصرف ذكي من اللاعب. جبل أبيض بالوزن 1-0 النتيجة تتغير. أكيد بأن المباراة الآن ستشهد اندفاع كبير من طرف سبورتينغ أحريق لإدراك هدف التعادل. المباراة حفلة بالمفاجآت حضور جماهيري غفير كل الأجواء مواتية بشكل نهائي في المستوى المطلوب. النتيجة تتغير 1-0 لفائدة الجبل الأبيض بالوزن الذي يلعب باللون البرتقالي والأسود. قطفة في اتجاه حارس مرمى الجبل الأبيض بالوزن الكرة عند لاعبي فريق الجبل الأبيض بالوزن الذي يلعب باللون البرتقالي بينما سبورتينغ أحريق يلعب باللون الأبيض والأحمر. كريم الان كريم يناقش الموضوع عبد النافع الربون الان الى من الى مورد الله على التكتيك الذي يلعبون خطفه في اتجاه حارس مرمى جبل الابيض. وهو متفائل
الفريق الذي منتصر سيقول لك فريق سبورتينغ، لكن يا ولد لماذا؟ لماذا افترضت هذا الامر؟ لان هكذا نعم الروايات وهكذا هي الكره، لانه جمهورهم جمهورهم يتكلم، جمهورهم يصفر، جمهورهم يتحدث، جمهورهم هكذا. لكن دعني 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 اعلق على المباراه المجنونه، على نعم على الجمهور، وحتى اذا قدر الله ما شاء وقدر سبورتينغ فهو كسب وقد اكتسب الجمهور العالمي اسطوري احلى الحي دائما هكذا يصمتون يتكلمون على عشقهم يتحدثون بفنهم وسحرهم الذي يتكلم. هذا إصابة لحارس مرمى جبل وحكايات الأبيض والوزن، ولكن دعني أقول لك شيء، تتوالى الأيام وتأتي لحظات تكتفي أو نكتفي فيها بالسكوت والنظر، فهنالك في القلب حديث صامت لا تصفه الحروف والكلمات، ووراء كل نظرة شاردة وحكايات جميلة، نعم حكايات جميلة وأسماء لم ولن نحكي عنها الشيء، وفي داخل كل واحد منا ذكريات، ونعم في داخل كل واحد منا ذكريات لا تموت أبدا إن لم نحكيها نحن، سوف تحكيها الحياة، سوف تحكيها الحياة في يوم ما لتروى وتروي وتسرد وينبوع الحنين بفيض من همسات. فالصمت يحكي والجمهور الأحريقي يحكي والملعب يحكي، نعم والابتسامة تحكي والدموع تحكي والنظرات تفضح، نعم تفضح وتحكي كل شيء. وكرة القدم في دورينا الأحريقي مع جمهور نعم تبوح بكل تفاصيل وبكل نعم الهمسات وبكل فنون بين جمهور عالمي وأسطوري وبين لاعبين وبين لاعبين قد أثبتوا فرشة عالمية. نشكر كل الحاضرين كل التغطية الإعلامية، وأشكر صديقي هشام هناك من البلقان بلغة لوس ماتادونس، بحكيكم هنا بلغة إبداعاتنا وتاريخنا وفننا الذاكر بعشقنا الساحر بفننا الواحد. نشكر اللجنة المنظمة التي صبرت على كل صغيرة وكبيرة، نشكر على اللجنة. الكرة طردت في القائم خرجة، كان هدف التعادل لكن الحظ عاطل أمامه. نعم شكرا لكل الحاضرين كما قلت، ولكن يا ولدي إذا رأيت إبداعنا متواصل الليلة فلا تنسى أن لذكرياتنا فهو ذكرى تحيا وتبث هنا من استاديوم لا يشبع الأليانز أرينا هناك بالسان سيرو في إيطاليا ولا الكامب نو في إسبانيا ولا حتى نعم صوتنا يحكي وجمهورنا يحكي وعبد الرافع الربوط كما الثلاثي شنوده من وازر شنوده من وازر. نعم شكرا للجماهير المغربيه، شكرا للجمهور المغربي، شكرا للجمهور الجبل الابيض الفلسطيني.
إذن نهاية الشوط الأول بتفوق فريق الجبل الأبيض بالوزن بهدف لصفر. ننتظر الجولة الثانية من هذه المقابلة النهائية الخاصة بدوري أحريق هنا بمدينة مرتين. وكيف تشاهدون هنا فالأجواء هي استثنائية هنا بهذا الحي الشعبي حي أحريق. إذن متابعينا الكرام لا زالت الجولة الأولى، كنا نعتقد بأنه ربما انتهت الجولة الأولى ولكن كان هناك وقت مستقطع من أجل إعطاء التعليمات للاعبين من طرف مدربي الفريقين ويتم استئناف اللاعب مجددا. النتيجة هي على حالها 1-0 للجبل الأبيض بالوزن. الجمهور يرى يرمك يا شاهين كل الكلمات تتعود الكرة على الزاوية. ما هذا سي سمير
إذن الآن نهاية الشوط الأول بتفوق الجمال الأبيض بوزن بهدف لصفر، واللاعبين يعودون لغرفة الملابس من أجل الاستعداد للشوط الثاني. نشهد الحماس وفي قدرة الملعب مهارات فردية وانسجام جماعي ومواهب تؤكد أن هذه المدينة وهذه المنطقة أهداف ووكالة للمواهب وللكفاءات وفي كل المجالات. بعد الخطأ سنعيش وإياكم أجواء اختارتها اللجنة المنظمة لهذا الدوري، وهي أجواء التكريم والاعتراف، وجميل أن تكون هناك ثقافة الاعتراف من طرف منظمي الدوري لكل الفعاليات التي تستحق هذه الالتفاتة من شباب المدينة. النضج الذي بلغه هذا الجمهور. هذا الشيء رفع. إذا كما قلت اللجنة المنظمة للدوري أمرت إلا أن توشح وتكرم مجموعة من الكفاءات ومجموعة من الأشخاص الذين استحقوا هذه الالتفاتة وهذا التكريم. ولتكن البداية بالدعم الأساسي ودائما الحاج محمد العربي المرابط النائب البرلماني. إذن التكريم مستحق من طرف، ويقدم له شهادة التقدير وبشاح التكريم رئيس لجنة الدوري السيد أحمد الزقاري. إذن مصعبة موسيقية من فضلك، موسيقى من فضلك مصعبة مع الأجواء. إذن رئيس لجنة الدوري أحمد الزقاري يوشح الحاج محمد عربي المرابط النائب البرلماني بشهادة تقديرية مستحقة نظير المساهمات والمساعدة التي لا يتوانى ولا يبخل من أدائها. الاستحقاق الثاني من نصيب السيد أنوار أكزناي كابتن مارتيل. أنوار أكزناي رمز التشجيع لفرق أو لفريق الحي ولفرق كرة القدم هنا بمارتيل. كابتن مارتيل يتسلم الشهادة السيد، تسلم الشهادة من يدي السيد يوسف
رقادي نائب اللجنة التنظيمية. هذه الاتفاة من لدن اللجنة المنظمة وإدارة الدوري، ويتقدم السيد مستشار الجماعي والسيد المحامي أحمد أشكور لوجه محمد فاتي. أيوة. إذا من ينوب عن، إذا كان شو واحد ينوب عليه من الجمعية، إذا ينوب عن السبب ديالو يتسلم الشهادة من يدي إذا أحمد مشكور من هيئة المحاماة ومستشار الجماعة الترابية لمرتين. أيوة. الآن ننادي على السيد أحسن معلاوي رئيس جمعية الكاراتي بمرتيل. أحسن معلاوي أحد الفعاليات الرياضية الحاضرة بقوة في المشهد الرياضي هنا بمرتيل. السيد رئيس جماعة العليين لتسليم الشهادة التحضيرية و توجيهه بهذا الاستعداد. أيوة. سليمان. أيوة. إذن سي حسين معنوي يزف لي نبأ على أن كاين من مرتيل من يمثل في بطولة دولية، وهذا يستحق. إذن في الولايات المتحدة الأمريكية بطل من مرتيل ذهب ليشارك في البطولة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن سيحسن معناه يستحق هذه الالتفاتة. أيضا ننادي على علمين اثنين صنع أو أسس لهذه الفرجة ولهذا الدوري، دوري حي أحريم ويهم الأمر، العلمين محمد هاغندو ومصطفى الزقري. إذن محمد هاغندو ومصطفى الزقري مؤسس هذا الدوري، ويتفضل البرلماني الحاج مرابط ليوشح هذين الرمزين بهذا الحي من خلال عملهما الدؤوب لتأسيس ولإيقاف صرح هذا الدوري عاليا في المشهد الرياضي بمدينة مرتين. أيضا تتميز مرتيل بهذه الرياضة هي كرة القدم، وتحديدا الكرة الشاطئية التي تقول أو قالت بكلمتها. إذا بالمناسبة ف لاعب منتخب الكرة الشاطئية استحق التكريم في هذا الليل وفي هذه الليلة الجميلة، ويهم الأمر اللاعب عدنان أبحري. عدنان أبحري لاعب منتخب الكرة الشاطئية التي قالت مرتيل كلمتها بقوة في هذا المجال،
ويتفضل السيد النائب الثاني لرئيس الجماعة الترابية بمرتيل سي محمد البقالي ليرشح وليكرم هذا الفتى الشاب نجم من نجوم كرة الشاطئية في المغرب. أشرف إذن أيضا لاعب آخر ونجم آخر في مجال الكرة الشاطئية ويهم الأمر أنور العباسي البطل واللاعب أنور العباسي ويتفضل الأستاذ محمد النظير كاتب المجلس لتقديم الشهادة التقريرية وتوشيح هذا البطل اليابسي. أيضا عقد من أبطال الكرة الشاطئية يهم الأمر إبراهيم السقلي لاعب منتخب الكرة الشاطئية إبراهيم السقلي ويتفضل السيد الباشا باشا مدينة مرتيل ليوشح ويكرم المرابط محسن المرابط يتفضل إذن السيد باشا إذن أخيرا توشيح المقرئ الذي أمتعنا بقراءته في بداية هذه المراسيم يوم الأمر أحمد الدراوي ويتفضل سي حسن مربط لتقديم الشهادة التقديرية للمقرئ الشاب. الجولة الثانية من المباراة النهائية دوري أحريق الرمضاني لحدود الآن ففريق
الجمال الابيض بالوزان متفوق بهدف 0 على سبورتينغ احريق. يلعب باللون الابيض بينما فريق بالوزن يلعب باللون البرتقالي والاسود. حضور مئات من الجماهير المرسيديه وكذلك الجماهير انتقلت من منطقه بلوزان بعد انها تحضر هذا النهائي. من سيأخذ الكأس الغالية، كأس التتويج، كأس الشهر، كأس العبرة، كأس التمكين، على أن الإبداع ما زال يتواصل، لكن أين التعادل؟ هكذا يقول الجمهور، ويقول الجمهور بالوزني أنكم ستريدون وستقولون، لكن نريد أن تبقى النتيجة هكذا، أو هنالك حصة بكرة مباغتة مرتدة لتأكيد النتيجة، لكن يا ولدي نعم هكذا ما زلنا نناقش الموضوع، لكن المدرب هل له من تأكيدات وأيضا هل له من تغييرات؟ نعم، ولكن ما زالت الكورة، ما زال الحوار، ما زالت الفتوات عن عبد الكريم التكريم التصوير إلى الجمهور. متابعينا الكرام، فأحياء حريق هو إحدى الأحياء الشعبية المعروفة هنا بمدينة مرتي، بينما الجبل الأبيض بالوزن كيعرف هذه المنطقة. غادي نحاول من خلال هذا المباشر أننا نقرب لكم أكثر من منطقة الجبل الأبيض بالوزن. يعتبر جبل ابيض او جبل بالوزن كما يسمى. هذا مساء كيف سيكون ثلاثه الكرات ترتطم بالعارضه، ثلاث كرات ترتطم بالعارضه. الجبل الابيض بالوزن
الكبير للمياه الجوفية التي تنفجر على شكل عيون أشهرها منبع قرية العنصر ومنبع قرية الزوفر، كما يشكل حاجز يحمي منتفع حكومة من الرياح الصافية القادمة إلى مباراة ممتعة، مباراة فيها تشويق متابعينا الكرام لحدود الآن. كفريق سبورتينغ أحريق غير محظوظ بالمرة، ثلاثة ديال الكرات ترتطم بالقائم، ديال الكرات بالقائم العلوي وكرة بالقائم الأيسر لحارس المرمى. إذا المباراة لا زالت مستمرة، ضربة خطأ لفائدة سبورتينغ أحريق. شعارات مكتوبة وشعارات في مدرجات، إن لم تفز إن لم تفز إذا لم تفز علينا رياضيا وفز علينا أخلاقيا. وعالية فوق المرمى الحافة سبورتينغ أحريق سيبحث عن هدف التعادل، بينما فريق الجبل الأبيض سيحاول بما أوتي من قوة للحفاظ على النتيجة تضيع الوقت. يعني كل الآن أي شيء لتضيع الوقت فهو مباح بالنسبة لفريق شباب بالوزن أو جبل الأبيض بالوزن. لكن وين الكرة الآن بالوزن يا سلام؟ فريق أحريق يضغط بينما بالوزن يواصل الدفاع. ولا تكتيك السيميوني، يعني دفاع متكتل لا يتركون أي صغيرة أو كبيرة، هكذا بروح البادية لا يتركون أي مساحة، بروح الأشجار والطبيعة قد أحدثوا لنا جوا هنا. أحيانا يلعب جوج جوج، وأحيانا تتحول الخطة إلى 3-1 وأحيانا إلى 1-3. الآن كيف كتشاهدوا معنا 3-1 من بعد كترجع الخطة جوج جوج من بعد 1-3. يطلبون وقت الاستقطاع، استشعروا الخطورة أليس كذلك؟ إذا الوقت مستقطع من أجل إعطاء التعليمات. مدرب الفريق بالوزن يطلب وقت مستقطع لإعادة ترميم الفريق من جديد، خصوصا أنه سيلعب الآن على النتيجة من أجل الظفر بعد كأس الغالية، بينما المدرب سيحاول أنه يهاجم، خصوصا أن فريق سبورتينغ أحريق لم يكن محظوظا في هذا المباراة النهائية. ثلاثة ديال الكرات ارتطمت بالقائم وحالة دون تسجيل سبورتينغ أحريق لهدف التعادل. إذن المقابلة مستمرة، وكيف قلنا المئات من الجماهير المرسيلية وكذلك بعض الجماهير اللي جات من بالوزن من الجبل الأبيض لمساندة فريقها، مع عشرات من هذه الجماهير اللي انتقلت عبر العربات والسيارات هنا لمساندة فريقها. أجواء استثنائية، أجواء جميلة يعرفها ملعب أحريق أو ملعب برنابيو كما يحلو بسكان مدينة تسجيل. نعود إلى المباراة من جديد. أنا نتيجة الآن 1-0 لصالح بالوزن والجبل الأبيض. خارج إطار المرمى. النجمة الفلسطينية في أرض المغربي، في أرض العز بين الأوطان، فيها نعم تستنشق هواءً، في المغرب تستنشق هواءً النهوض. حارس المرمى بالوزن، حارس يعني أمانة أنه حارس كبير متابعينا الكرام، مركز يعني في اللقاء بشكل كبير عكس حارس مرمى أحريق. فانجدار بالوزن غير محظوظ بالمرة. أربعة ديال الكرات متابعينا الكرام، أربعة ديال الكرات، أربعة ديال الكرات، أربعة ديال الكرات، أربعة ديال الكرات متابعينا الكرام. الماتش على أعصاب، الماتش على أعصاب. هي تتمنى على الاخر كيلو. يعني أربعة ديال الكرات ترتطم بالعارضة،
فريق سبورتينغ الحريق غير محدود بالمره في هذه المقابله. على لقاء الجماهير، لقاء الامتاع وعيون الليلة تتكلم. با 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 مستحيل مستحيل مستحيل. يعني خطأ واضح يتغاضى عنه. متابعينا الكرام، كانت خطأ واضح لفريق بلوازن، ولكن الحكم يتغاضى عن هذا الخطأ وتستمر المقابلة. سبورتينغ أحريق يحاول بشتى الطرق أنه يحصل على هدف التعادل، ربما سيدخل الحارس كلاعب ثاني. سيلعبون بخمسة لاعبين. هذا في اللحظات الاخيره طبيعه الحال من المقابله، مازال شويه ديال الوقت على اللاعب زهاد الخطه. الان غادي يبداو يعني ضربت عارضه اخرى سيتغير القال والقال. نعم سيتغير الحال من المحال. يا برنتو يا الرد، لو كنت تسمع ماذا يحدث في الجمهور، يقولون شفوها يا اولاد، وبالوازن يدعو دعواتهم يا رب استجيب العارضه. اذا لم تاتي بالعارضه الاولى ابتلاتها العارضه الثانيه. هذه كره والحارس يقررها. يا عم الجمهور الاحرق الاصل الاسبقيه. الله الله. نعم إذا أقول لكم بأن التاريخ هو اليوم وأمجادنا. الآن تاريخ أجواء كوميدية على المنصة وإبداع متواصل، حديث يتكلم بين القال والقال. هناك ليس مجد فنان فنان فنان. الله عليك يا رقم 11 بالثناء والذكرى. لا تستغرب إذا رأيتم إبداعا في هذا الإصدار. فمنتخبنا يؤسس أجواء عالمية ويرسم لوحات عالمية وتاريخية. هناك بك كيف رأى بخارج القدم. بلوازن يلعب، بلوازن يتكلم، بلوازن ما زال يستميت في اخر وقفاته. يريد ان يختبر الكره ويهدئ من نوعه. بلوازن متابعينا الكرام يلعب كره جميله جدا، وهذا الجماهير الخطيره من منطقه بلوازن. يعني ضربت مسافه طويله باش تحضر هذا النهائي ولا زالت تشجع الفريق ديالها، فهو الان هو الفائز لحدود الان بكاس الدوري الرمضاني احرق. هذه الجماهير التي انتقلت متابعينا الكرام من الجبل الابيض من منطقه بلوازن. يعني نشوفوا لاعبين هذا المستوى هذا المنطقه متابعينا الكرام، لاعبين موهوبون صراحه رغم المئات من الجماهير التي تدعم فريق سبورتينغ أحريق هنا في مدينة مارتين. مع ذلك يعني تحملت الطقم الجماهيري متابعينا إشارة متابعي قناة شبكة قناة الشعب، ففريق سبورتينغ أحريق لم يكن محظوظا بتاتا في هذا المقابلة. أربعة ديال الكرات اللي ارتطمت بالقائم. هذه جماهير
نعم يا سادة، أنا بطلت الكلام والتعليق لأن الجمهور هكذا. نعم يا سادة، الجمهور يريد، وكما قلت لكم ملعب البرنابيو كما يهلو لأهل وسكنة مدينة المارتين تسميته، و تبدأ المقابلة من جديد والكرة تدور من جديد. الكرة عند لاعبي فريق سبورتينغ أحريق الذين يلعبون باللون الأبيض، بينما الجبل الأبيض يلعب باللون البرتقالي. النتيجة 1-0 لفائدة بلوزة. التاريخ لنا والإبداع لنا، وارجعوا لكتب التاريخ. ذكروني بالوزن، لا زال متفوقا في هذه المقابلة. قالوا بأننا هنا متواجدين، ولكن لحنة الشعب المغربي متجسدة. نعم يا سادة، منذ القدم والتاريخ، ويا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات ولا تغلق الأرشيف، فإن هنا في جمهور أحريق يوجد إبداع. Hey!
الان يعود. الان يعطي لطول يا خمسه اخطاء عذاري لو اصفرت احمرت عذاري لو تغير الغاية. نعم تغير الحال والحال في المحال والكره بلغتي ابداع شبال الابيض والتو التي تلقى موجوده على لمسات سحريه عالميه ما زالت هنا ما زالت. هل تتمنى عن ماذا؟ الكره ما زالت ولكن يا ولدي التاريخ ما زال يحكي القار ولكن ما زالت الكره وما زال الشعار. هذه هي الابداع يشرف الابداع على النهايات. لم يبقى الكثير لم يبقى الكثير. يسير يسار النيل. نعم تتوالى الايام تتوالى الايام وتاتينا لحظات نكتفي فيها بالسكوت والنظر. هنالك في قلب حديث حديث صامت لا تصف الحروف والكلمات. نعم يا ولدي وراء كل شاردة حكاية جميلة ونحن الآن نرى أفضل حكاية لم تنتهي الآن قد اقتربت النهاية واقترب كل شيء. لم يبقى الكثير سوى تقريبا دقيقتين أو ما شابه ذلك أو ثلاث دقائق. الآن متابعينا الكرام الخطة ستتغير غادي يلعبوا خمسة لاعبين كيف كتشاهدوا معنا من خلال الصور من خلال البث المباشر. لا يا حكم يعني الحمراء لا يستحقها صراحة. الكرة الحمراء لا يستحقها اللاعب يعني ديال الوازن انه احتج على الحكم انه يعطيه يعني البطاقة الحمراء. الحكم لم يكن موفقا في هذا القرار الذي اتخذه يعني صراحة. الحكم متابعينا الكرام ومتابعي قناة شفت قناة الشعب يعني صراحة لم يكن موفقا في هذا القرار الذي اتخذه. الاحتجاجات لا زالت متواصلة على حكم المقاولة. ولكن يا ولدي الكرة بتفاصيل وجزئيات الحكم يحسب بأنها نعم أن أولارو كان السباق وتخطى على الكونتور حكم المقابلة وبطبيعة الحال فهو كاعي ديال الصح يعني ما في استفال على وجه الأرض.
حكم المقابلة لم يكن موفقا، أعيدها وأكررها، اللاعب رقم 3 لا يستحق البطاقة الحمراء بتاتا في هذه المباراة النهائية. صحيح أن سبورتينغ أحريق يعني خانه الحظ في هذه المقابلة، أكثر من 4 ديال الكرات التي ارتطمت بالقائم. هي الكرة هي لبسة، خلينا نقول لك المتابعين الكرام غادي يشوفوا واش سيتمكن، ربما الحارس سيقول كلمته ويضيع. الحكم زفه بهذا العبارة، الحكم زفه متابعينا، الحكم زفه يحاول بشتى الطرق أن فريق سبورتينغ أحرق أنه يسجل هدف التعادل. صراحة الحكم دون المستوى. ليس بهذه الطريقة يا حكم، ليس بهذه الطريقة تدار النهاية. حكم المقابلة يتسبب في فضيحة تحكيمية هنا بدوري أحرق في المقابلة النهائية، كان كل شيء جميل، الجماهير تمضي ولكن الحكم أجواء حماسية أجواء جميلة. هو فريق بالوزن متابعينا الكرام، هو بطل دوري الرمضاني أحرير في هذا النسخة 14 هنا بمدينة المرتين. تشاهدوا معنا فرحة كبيرة وكبيرة وكبيرة جدا، هذا هو جماهير ديال بالوزن متابعينا البث المباشر. متحكماً الجمهور من اللجنة المنظمة، المرجو من الجماهير الحاضرة أن تبقى لتعيش معنا مراسيم توزيع الجوائز والشواهد والميدانيات. هذه الأجواء هنا مباشرة من ملعب برنابيو بحي أحرق هنا بمدينة مرتين، أجواء استثنائية تعيشها المدينة. طبعا هذه الحال فجماهير أحرق فهي غير راضية بتاتا من بعد ما انهزم الفريق الذي يمثل مدينة مرتين ويمثل حي أحرق، كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور من خلال هذا البث المباشر. طبعا هذه الحال فالغالبية ديال الجماهير فهي غادي تغادر باستثناء جماهير ديال بالوزن، هي اللي غادي تبقى حتى نهاية حفل توزيع الجوائز. المئات من فريقين تتعفينا وأبنى عالية مع المهارات تمتعت
سبورتينغ الأحلاف للمرة الثانية يفشل الانتصار في الدوري الرمضاني. سبورتينغ فرقة محترم عنده لاعبين متميزين لكن حق سوء حق لازمو غد السنة ديال أو على المدرجات حتى نتمم فعاليات ومراسيم الاحتفال والاحتفال بالفائزين وبالفائزين على الاستحقاقات، وهي بالواقع استحقاقات مستحقة لمن وصل إلى هذه النهاية سواء الفريق الفائز أو الفريق الواسي. إذن بالواقع نحاولوا نشوفوا الأجواء ديال فرحة فريق بالوزن. بعد الجماهير ديال بالوزن كيف كتشاهدوا معنا من خلال التبث المباشر. شنو هو العميد؟ الاتصالات ديالكم بالفوز بهذا الدوري، الاتصالات ديالكم بالفوز بهذا الدوري. ما سمعتكش مزيان؟ الحمد لله، الحمد لله هذا الشيء ما كان متوقع حتى شي واحد صراحة، حيت باش تجيو تجينا هذه البلاصة الدار هذه الفرقة وتربحوا في الدار ديالهم، راه خصك تكون بالوزن اخي باش تدي لهم في وسط الفينال في وسط الدار ديالهم. الحمد لله الحظ كان من النصيب ديالنا، وهذا هذا الفوز هذا مهدي لهذ الجماعه اللي كيسامحوا في ولادهم، كيسامحوا في كل شيء وكيجيو يساندونا. الحمد لله ما خيبناهم شيء، وباقي ان شاء الله من القدام، وهذا غير نص الشباب اللي عندنا في القريه. باقي بزاف الشباب عندنا في القريه، ما كاينش غير الملاعب فين يبانوا هاد الشباب. والحمد لله جينا هنايا واخا غير نص الدراري، بينوا الجدره ديالهم واللعب ديالهم، والحمد لله جبنا اللقب، وهذا الشيء كامل مهدينا الجماهير اللي كنزولوا. عندنا ملعب، ولكن الصراحه اخي تحشمت نلعب فيه، ملعب كامل حفاري، ملي تجي كتشوف الشباب هنا كيلعبوا وكيضيعوا هنايا كيضيعوا، كتشوف الشباب كيضيعوا في ديك الملعب هذاك. صراحة اخي ما تقدرش تكمل تشوفها في ذاك الملعب صراحة، وكنتمنى المسؤولين يجي يصلحونا شوية غير الملعب، حيت عندنا الشباب بزاف، عندنا الشباب راه ماشي باش تعدل فرقة فوتبول صالة، عندنا باش تعدل منتخب كاع، فهمتي؟ والحمد لله نشوفوا نطلبوا منهم الخير ان شاء الله. نعم كاين المواهب بزاف، يعني بزاف الاحمر، يعني الاحمر مختلفة بزاف، المواهب بزاف، يعني قرية كبيرة، يعني ماشي الحمد لله. الحمد لله حنايا ما الحمد لله حنا خوت مع بعضياتنا، كنتعلموا من بعضياتنا صراحه، ما كنظلموا حتى شي واحد فينا، كنتعلموا من بعضياتنا، والحمد لله جبنا. الحمد لله اخي، شكرا لك اخي بزاف. إذن متابعينا الكرام، هذه الأجواء هنا مباشرة من ملعب أحريق، وفي هذه اللحظات غادي نحاولوا أننا نقل لكم الأجواء ديال توزيع الجوائز، فابقوا معنا من خلال هذا البث المباشر. تفضل. اولا كنشكرك على هذا القرن عندنا، احنا اول مشاركه عندنا هنا الحمد لله، وجينا من جبل هنا نشاركوا معهم، وكانت هذه مفاجاه، والحمد لله وصلنا للفينال. وحنا كنتمنوا من المسؤولين
المسؤولين يعدلونا ولو غير كنكون نلعبوا فيه، حنا كنلعبوا غير في الحجر، كنلعبوا غير في الحجر، والشباب كاملين كيتمناو حاجه واحده من المسؤولين اللي ذهب اللي تول هنا من الشباب بالوزن، من الشباب بالوزن يتمنى يتمنى يتعدل غير الملعب ديالو. ملعب أحرق هنا في مدينة مكة. والآن نصل إلى جائزة حامل اللقب، حامل اللقب لفريق البراعم أحرق بالوما، فريق أحرق بالوما. ويتفضل السيد قائد المقاطعة الثانية سي رشيد سي مورديزغوف قائد المقاطعة لتوشيح فريق حامل اللقب أحرق بالوما. الآن ننتقل إلى فريق الشبان ونبدأ بجائزة أفضل حارس بالنسبة لفريق الشبان، وهو اللاعب أدام الميموني ويتسلم الدرع من يدي سيد محمد جغلول. سيد محمد جغلول يوشح أحسن حارس آدم الميموني. أيضا جائزة هداف الدوري اللاعب شادي ويتسلم الميدالية من يدي سيد محمد حجاج. سيد محمد حجاج يسلم الجائزة لهداف الدوري شادي، لاعب شادي. الآن جائزة أفضل لاعب الدوري كانت من نصيب عبد النور بهلول ويتسلم الجائزة من يدي السيد الكوميسير عبد اللطيف الوردي. السيد الكوميسير عبد اللطيف الوردي يسلم الجائزة لأفضل عبد النور بهلول. الآن مع جائزة الوصيف وهو فريق ساينز، نعم فريق ساينز، جائزة الوصيف فريق ساينز الوصيف. ويتفضل سي محمد حليبي لتوشيح الفريق الوصيف.
لنصل إلى جائزة حامل اللقب، جائزة حامل اللقب وهو فريق سبورتينغ أحريق، ويتفضل السيد رئيس المجلس الإقليمي سي أحمد حلحول لتوشيح هذا الفريق، فريق الفائز باللقب في صيف الشبان. الآن ننادي على الحكام ونحييهم بحرارة، نظير المجهود ونظير القبض بيد من حديد على إدارة هذه المباراة. إذن جائزة الحكام، الحكام يتفضلون. إذن تحية للحكمين اللذين أدارا المقابلة باقتدار كبير. ويتفضل سي رشيد جلالي لتوشيح الحكمين. جائزة أيضا، جائزة أفضل مشجع، ما عرفناش اللجنة التي تابعت. إذن أحسن مشجع أسامة الحياني. إذن ينوب على شي واحد ويتفضل سي أحمد زوغري. إذن سي أحمد زوغري كيسلم جائزة أحسن أو أفضل مشجع. أيضا هناك جائزة أفضل جمهور لمن كانت يا ترى أفضل جمهور؟ إذا تؤجل أو لمن؟ إذا سي أحمد بركة يسلم الجائزة ديال أحسن جمهور. سي أحمد بركة لحي أحريق الذي استحق يعني جائزة أحسن جمهور، وبالتأكيد لأجل يعني الأجواء اللي عشناها مع اليوم، أجواء جميلة وجميلة جدا. إن كان الانسحاب هو واحد رد فعل طبيعي نتفهمه، ولكن يبقى جمهور أحريق يسجل بافتخار أنه أحسن جمهور، ويتفضل سي أحمد بركة أو سي الحج أيضا سي الحج مرابط لتقديم وتوشيح أحسن جمهور. جائزة أفضل مدرب، أفضل مدرب سي محسن درحو، أحسن مدرب سي محسن درحو، ويتفضل سي سفيان العطار لفريق كوينما. إذن سي درحو فريق كوينما نال استحقاق أحسن مدرب، ويتفضل سي سفيان العطار لتوشيح أحسن مدرب. أفضل مدرب من نصيب محسن دحو حي كلمة. إذن تبقى الجائزة محفوظة. الآن جائزة اللاعب المثالي، جائزة اللاعب المثالي طه، لاعب سبورتينغ أحريق، طه لاعب سبورتينغ أحريق
نال جائزة اللاعب المثالي ويتسلم عمينيات السيد مراد أبا أبجا. إذن سي محمد البقالي يسلم إذن جائزة اللاعب المثالي. أيضا جائزة أحسن حارس. أحسن حارس أسعد القاسمي لفريق ذو الوزن. أسعد القاسمي لفريق ذو الوزن. ويقدم له الجائزة سي أحمد البياري. إذن سي أحمد البياري يرشح أحسن حارس لفريق ذو الوزن، وبالفعل أتحفنا من خلال تصديه لكرات الإشارة. متابعينا الكرام ومتابعي قناة شوف تابع قناة الشعب، يعني الفريق ديال بلوازن هداف الدوري فهاد القرية الصغيرة عند ملعب ديال القرب لا يصلح لمزاولة كرة القدم حسب تصريحات بعض لاعبي بلوازن، وهذه هي رسالة للمسؤولين الترابيين باش أنهم يديروا ملعب ديال القرب لهاد القرية التي أبنت عن علو كعبها هذا الدوري. إذن هداف الدوري نفيع غفون ويتسلم التذكار والجائزة من يدي سي الحسن معناوي. سي الحسن معناوي الآن مع جائزة أفضل لاعب، أفضل لاعب في دور الكبار رضا أرارو. بلال أرارو يبدو أنه الأخ ديالو، وجميل أن يوشح الأخ أخاه. إذا بلال أرارو يسلم أفضل لاعب. الآن وصلنا إلى العد العكسي ومع جائزة المركز الرابع، جائزة المركز الرابع من نصيب فريق ريكون. ويتفضل السي حسن المرابط لتسليم الجائزة للفريق الحائز على الرتبة الرابعة في هذا الدوري الرمضاني لحي أحرير. إذن حسن المرابط يوشح الفريق الفائز بالرتبة الرابعة. لننزل إلى المركز الثالث والذي كان من نصيب فريق كويلما. فريق كويلما ويتفضل سي محمد البقالي النائب الثاني وينوب عنه سي يوسف الرقابي اللي سلم الجائزة عن المركز الثالث. إذن الآن وصلنا إلى الوصيف وهو فريق سبورتينغ أحريق. إذا سبورتينغ أحريق أمتعنا حقيقة، ويتفضل سيد الباشا لتوشيح فريق سبورتينغ أحريق الحائز على الرتبة الثانية. و
يستحق هذا اللقب واكثر. مفاجأة في الأخر ما تغادروش لأن غادي نشوفوا لكم واحد الخبر سعيد في آخر هذا اللقاء. الآن نصل إلى جائزة حامل اللقب. جائزة حامل اللقب.